بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا الطلبة، وحياكم الله في هذا الكورس الجديد لكورس تحدث اللغة الإنجليزية من خلال الأزمنة ومن خلال تكوين الجملة. شلون من خلال الزمن أنا راح أقدر أكون جملة وأقدر أنفيها وإلى آخره. طيب، بالبداية أحب أقول شغلة واحدة، هواي طلاب يقولون أستاذ ما يصير واحد يتعلم لغة إنجليزية من خلال الأزمنة، وأنا أوافقك الرأي إذا كان التركيز على الأزمنة تركيز كبير جدا مو على الجملة نفسها، ولكن احنا بهذا الكورس الوضع راح يكون مختلف، لأنه بهذا الكورس احنا راح نعلمك شلون تقدر تكون جملة وشلون تقدر تنفيها وتكون سؤال وبعض التغييرات الأخرى. الملزمة إذا تشوفونها مقسمة إلى محاضرات، المحاضرة الأولى هذه مثل ما تشوفها أمام عينك مجموعة من 10 أفعال شاذة، بعدها أدوات السؤال، وراها الزمن مثل ما تشوف، وراها الزمن، بعد ما يعني بعد ما يكون اكو زمن مباشرة راح يكون عندك ايضا بنفس الحالة. طلابنا خماكو صدى طلاب محمد قاسم، اكو صدى؟ تمام، ماكو تمام ان شاء الله. تمام، فمثل ما تشوفون طلابنا الاعزاء، اول ما نبدي مثل ما تشوفون عندك الافعال الشاذه، بعدها بعد الافعال الشاذه عندنا ايضا ادوات السؤال، ايضا ادوات السؤال ذني طبعا ينحفظا، هذه ادوات السؤال تكون حفظ مهمة جدا، يعني مهمة جدا، كلها تحفظ عن طريق التكرار، أعيد الجملة أكثر من مرة وتحفظ. ضمائر الفاعل أيضا خليتها للتذكير على مود خاف طالب أيضا ما يعرفهن، أيضا حفظ إن شاء الله، وأيضا يكون إن شاء الله باشر امتحان بهن. فطبعا راح نقرأ، نخلي أحد الطلبة يقرأ على مود نشوف قرايته شلونها. محمد قاسم يا ريت تقرأنا الأفعال الشاذة بصوت عالي على مود نعرف النطق الصحيح لهم، خاف أكو طالب ينطقهم صح. يلا يا محمد. نعم، اقرأ لي. نعم محمد، الصوت عالي شوية. على العموم اعتقد الصوت شويه مو واضح. راح اقرا لك الافعال اني، اول كلمه اكت بمعنى يتصرف او يمثل، ومن خلالها كلمه اكتر يعني ممثل. ايضا عندنا كلمه اد يعني يضيف، او من عندها اضافه، اكو هواي طلاب ينطقونها ادد غلط، مو ادد وانما تلفظ اد، هذه اول فعل. طيب عندنا ايضا الفعل اجري واللي هو معناه يوافق الراي او يوافق شيئا ما، اجري. عندنا عكسها ديس اجري، لا يوافق، اجري. عندنا الله بمعنى يسمح بذلك او مسموح بشيء معين. عندنا كلمه انسا اللي هي جواب او يجاوب على شيء، الماضي مالتها انسر. وعندنا كلمه arrive، هاي الكلمه ايضا اريدها تحفظ، بالإضافة إلى كلمة ask واللي معناها يسأل، و awake أيضا، و peer و become. هذه الأفعال الشاذة لازم تنحفظ لأن راح نطبقها على الأزمنة. كذلك عندنا أدوات السؤال أيضا تنحفظ، مهمة جدا. راح نبدي أول نقطة بالبداية، عندنا زمن المضارع البسيط، وأول زمن عندنا زمن المضارع البسيط، واكتب لي يمك ملاحظة إذا كان الفاعل he وshe وit، إذا كان الفاعل he وshe وit نضيف s الشخص الثالث للفعل، إذا كان الفاعل he وshe وit نضيف s الشخص الثالث للفعل، هذا بزمن المضارع البسيط. وفي زمن المضارع البسيط
ناخذ مثال في زمن المضارع البسيط، عندك he work at school، ضايف لك أس الشخص الثالث اللي هي لأن الفاعل مفرد. طيب كمل الملاحظة، إذا كان الفاعل جمع، إذا كان الفاعل جمع we you they I، ما راح نضيف أس الشخص الثالث، you work at school أو we work at school وإلى آخره، مثل ما تشوف هنا هذه الجملة، مثل ما تشوف هاي الجملة ضفنا هنا أس الشخص الثالث، إذا كان الفاعل مفرد هي وشوية تضيف أس الشخص الثالث. طيب بحالة النفي طبعا دوداز، هسا احنا اخذنا حالة المثبت، خلينا ناخذ عليها تدريب مباشرة ونحلها، خلينا ناخذ عليها تدريب. عندك الاي ستدي، خلينا ناخذ التدريب، خلينا ناخذ التدريب وياي الواجب، خلينا نروح على التدريب هذا، ناخذ التدريب. يلا يا طلابنا الاعزاء، اريد احد يشارك ويانا، اريد احد يشارك، يلا من يقدر يشارك؟ يلا نعم يلا. I study English. نضيف لما نضيف؟ I study فقط. الثانية ما نضيف؟ نعم. He pays رقم 3 راح نضيف S الشخص الثالث لأن الفاعل هي مفرد. 4 أيضا راح نضيف لأن الفاعل مفرد. و5 أيضا نضيف لأن الفاعل مفرد دو راح يصير does. هذا التدريب هذا اريده ينحل، هذا التدريب يا ريت تسدون المايكات طلاب، هذا التدريب ايضا اريده ينحل، هذا التدريب تحلوا لي ان شاء الله باكر ينحل هذا التدريب، وايضا راح ناخذه ايضا ان شاء الله يعني بحالة النفي وفي حالة السؤال. زين انا دا اسجل المحاضره، طبعا انا دا اسجل لكم المحاضره، فعادي مو مشكله اذا ما تسمعون، يعني عادي ان شاء الله مو مشكله، تقدرون تشوفونها على اليوتيوب. طيب بالنسبه لحاله النفي نرجع على حاله النفي، هي ورك ات سكول، بالنسبه لحاله النفي راح استخدم الدو والداز، استخدم الدو والداز، الدو مع الجمع والداز مع المفرد. He work at school، اذا اردت ان فيها اقول he doesn't work at school. I don't work، هاي في حالة الجمع، اذا كان الفاعل مفرد راح اخلي does، اذا كان الفاعل جمع راح اخلي don't، فهي work at school راح اصير he doesn't work at school، I don't work at school. طبعا هنا لو رجعنا على الافعال اللي انطيتكم اياها قبل شويه بدايه المحاضره، هذه act agree answer، هذه الافعال اريدك تطبق لي عليها زمن المضارع البسيط، يعني مثلا I arrive اربيل، اني وصلت الاربيل، مثلا I arrive اربيل، هذا الافعال اللي اخذناها قبل شويه ذني تحفظهن الافعال. ايضا عندك الاسك اللي هي معناها يسال، اي اسك ا كويستشن، علي اسكس ا كويستشن، ضفنا الشخص الثالث، وي اسك ا كويستشن، بعدين اسويها نفي، اي دونت اسك ا كويستشن، شي دزنت اسك ا كويستشن، والى اخره، سويها نفي، سويها مثبت، سويها سؤال والى اخره. بالنسبه لحاله السؤال راح نخلي دو او داز حسب القاعده، دو او داز الى بدايه الجمله، الدو ويا الجمع والداز ويا المفرد، الدو ويا الاي، الدو ويا الاي والوي والذي، والداز ويا الهي والشي والإت ويا المفرد، داز شي او دو وي والى اخره. فهنا مثلا قال لك شي ورك ات سكول، راح يقول لك داز شي ورك ات سكول، داز شي ورك ات سكول. فهذه هي يعني بالنسبه لي السؤال، نفس الحالة راح تطبق عليها، نفس الحالة راح نطبق عليها بالأفعال اللي أخذناها قبل شوية. مثلا arrive، راح أقول does علي arrive بغداد، does علي arrive بغداد، هل وصل علي بغداد. بعدين أريد أسأل عن أخوي، أقول does my brother arrive بغداد، نفس الحالة راح أسويها حالة السؤال، نفس الحالة حالة النفي، نفس الحكي، هذه القاعدة عندك وتغير لي بيها وفقا للأفعال اللي انطيتك إياها بداية المحاضرة،
وفقا للافعال اللي انطيتك اياها ببدايه المحاضره. هذا القاعده مالت الزمن، هسه راح ناخذ امثله عليها وتدريبات. طيب نجي على استخدام الزمن، انتبه لي على استخدام الزمن. يقول لك يستخدم زمن المضارع البسيط للتحدث عن الحقائق والاحداث العامه، يعني الحدث الحقيقي الدائم بشكل عام نتحدث عنه بطريقه زمن المضارع البسيط. نفي سؤال، فمثلا الحقيقه على سبيل المثال قال لك the earth، الارض تدور حول نفسها، الارض تدور تو حولها، هذه حقيقة. الماء يتجمد بكذا بمئة درجة حرارة سيليزية، هذه حقيقة. فإذا كانت أنا أحكي عن الحقيقة أستخدم زمن المضارع البسيط، احفظها ببالك هذه دائما، أيضا الأحداث المتكررة to talk about repeated actions، الأحداث المتكررة أيضا نستخدم وياها زمن المضارع البسيط. هذا الحداث المهمة بالنسبة لكلمات الزمن. أيضا مهمات عندك اللي هم كلمات الزمن اللي هم always, every day, month, year, never, often, normally, sometimes, usually, twice a week, all the time. هذا مضارع بسيط، الكلمات اللي هي راح تساعدنا بمعرفة الزمن بشيء بسيط جدا. وهذه أمثلة أيضا عندك هنا، هذا إن شاء الله يعني راح نناقشه أيضا بالنسبة لحالة البي. فتقدر تكتب لي يمك، ملاحظة إذا كان هنالك في الجملة، اكتب لي يمك ملاحظة إذا كان هنالك في الجملة صفة أو اسم. إذا لقيت صفة أو اسم بالجملة أو تريد تستخدم أنت الصفة بالجملة باللغة الإنجليزية، بصفة نستخدم الام والاز والار. إذا أني باللغة الإنجليزية أريد أتكلم عن صفة، يعني أريد أوصف شخص، أستخدم للإز والآر والآم. فمثلا أريد أقول على سبيل المثال عندي محمد، محمد حسين، أريد أحكي عن محمد حسين، أريد أقول هو مثلا على سبيل المثال محترم، راح أقول he is respectable، هو شخص محترم، زين. إذا كانوا جمع أقول respectable يعني محترم، يعني respect يحترم، respectable محترم. فمن أقول they are respectable يعني هم محترمين، they are respectable. هذا لما يكون عندك صفة بالجملة. ركز يمي، الإز والآر والآم تستخدمهن بالمضارع البسيط لما يكون عندك صفة، ركز يمي. We are not friends، احنا مو اصدقاء. شوف يعني هنا قاعد توصف شيء معين يعني. فدائما لما يكون عندك صفة او يكون عندك اسم ليس فعل، يعني مو reading او study او كذا الى اخره، لا صفة، فهنا راح نستخدم زمن المضارع، البسيط. زين دكتور، نعم. الاز والار والام نستخدمها بالمستمر ونستخدمها بس ويا الصفات. نعم نستخدمها ويا الصفات اذا كان عندي بالجمله صفه او اسم بزمن المضارع البسيط. زين الاز والار والام احنا مو نستخدمهن ايضا ويا زمن المضارع المستمر؟ نعم، ويا المضارع المستمر نستخدمهن اذا كان عندي فعل بي اي ان جي، زين. هسه خلينا نروح على الواجب. هذا الواجب الكل راح يحله، الحل ينزل بالتعليقات. راح اخصص لكم منشور. هذا المنشور تقرا الماده زين يعني باكر ان شاء الله واجب. هذا تقرا الماده زين وتحلي هذا التمرين. انتبه علي زين، يرحم والديك. التمرين هذا اريد من عندك الحل اولا مثبت،
يعني تقول اي ستدي او تضيف اس وتحله كلهن 20 نقطه تحليها بحل مثبت. يعني على سبيل المثال راح احلك انا رقم 3 تقول هي بيس مي اضيف اس الشخص الثالث يعني الفاعل مفرد وتحله والى اخره. هذا الحل الاول. نجي النوبه نريد الحل الثاني. الحل الثاني شنو هو؟ تكون نفي. تقول I don't study English every day. تحليها نفي كلها. كلها تحليها نفي. The room is not on fire. يعني أريدها نفي. وراها النوبة تسوي ليها حالة السؤال. تقول لي مثلا على سبيل المثال. He pays me well. سوي ليها سؤال. قول Does he pay me well? Does سويها نفي. السؤال. فأريد أن الحل بثلاث طرق يكون. الحل يكون بثلاثة طرق تحلياه كله. هذا كله تحلياه. هذا واجب إن شاء الله عليك. واجب إن شاء الله. وطبعا يعني هذه الأمور كلها إن شاء الله راح ندرسها وناخذ هذه التدريبات إن شاء الله والأفعال إن شاء الله. صراحة يعني أنا أريد قراءة جيدة جدا. لانه هاي الماده باكر راح نتدرب على هاي المحاضره مره اخرى. الكل راح يشارك ان شاء الله حتى لو كانت المحاضره ساعه او ساعتين مو مشكله. الكل راح يتدرب راح نطبق عليها. مثلا نقول لك وات دو يو ستدي ماذا انت تدرس. اريد اسال شخص باللغه الانجليزيه بدل ما اقول له وات دو يو ستدي ماذا انت تدرس ايش راح اقول له اني من ضمن الافعال اللي اخذناها اريد اقول له بدال study what do you study ضمن الأفعال اللي أخذناهن. لحد يرجع لي على الأفعال. أنا راح أسألك أريد أقول ماذا أنت تصبح. شون أقول بالإنجليزي من يقول لي شون يقول نعم what do you become ماذا أنت تصبح. أحسنتم. هنا شلون قدرنا نكون هذا السؤال من خلال القاعدة. ويا القاعدة سوينا حافظين أفعال وغيرنا بيها. زين عيدوا لي هاي الجملة كلكم بينكم وبين أنفسكم. سدوا لي المايك واحكوا ليها. شلون أقول للواحد ماذا أنت تدرس What do you study What do you study. أريدها تنحفظ تنطبع ببالك What do you study What do you study What do you study. عيد ليها بينك وبين نفسك. هاي لها فائدة عظيمة. هذه لها فائدة ما تحس بيها أنت بس لها فائدة جبارة يعني عظيمة حقيقة. زين What do you study What do you study ماذا أنت تدرس What do you study. هنا واحد يقول لك أنا أدرس إنجليزي. واحد يقول أنا أدرس تاريخ. واحد يقول أنا متخرج بكيفك. I study English I study history I study physical I study art I study Islamic وإلى آخره. كيفك شو تريد تحكي احكي. هذا جواب لك. زين What do you study أريد أقول ماذا أنت تسأل. ماذا تسأل What do you ask. زين شلون قدرنا نكون هاي الجملة من خلال القاعدة وغيرنا بالأفعال. زين What do you ask ماذا أنت تسأل. هاي الأفعال كلها موجودات بالبداية المحاضرة أخذناها موجودات بنفس هاي الملزمة. حلو. هسا أنا شريد من عندكم بدال الوات احنا مو اخذنا ادوات السؤال بداية المحاضرة. شريد من عندكم اريد اقول للواحد متى انت تدرس. من يقول لي When do you study ايش سوينا احنا. من يقول لي سوينا بس غيرنا اداة السؤال. شفتوا اذا هاي القاعدة وحفظ وفهمك للزمن راح يخليك تكون جمل باللغة الانجليزية. What do you study ماذا انت تدرس. اريد اقول متى انت تدرس اقول When do you study اريد اقول متى انت تدرس. كلكم ويا يا ريت تسدون المايك بالله عليكم تسدون المايك وتحكوا لياها بينكم وبين انفسكم ماذا انت تدرس. What do you study الكل ويا What do you study على مود الجملة تنطبع بالبال. What do you study ماذا أنت تدرس. What do you study زين أحسنتم. هسا شأريد أريد أقول متى أنت تدرس. على سبيل المثال أريد نقول متى تدرس التاريخ. من يقدر يقول لي شلون وين. يلا وين Do you study?
وين دو نفس الجملة اللي موجودة خذناها نفس الجملة مالتنا نفس الجملة مالتنا وين دو يو ستدي وين دو يو ستدي هيستوري متى أنت تدرس التاريخ وين دو يو ستدي هيستوري متى أنت تدرس التاريخ وين دو يو ستدي هيستوري زين على سبيل المثال على سبيل المثال أريد أقول بدال الوقت بدال الوقت اللي عندي هساني يعني وين دو يو ستدي شوفوا هسه انا قدرت اكون جمله من خلال القاعده اللي عندي وعندي الزمن اغير بالافعال لان عندي افعال اخذتها من بدايه المحاضره قدرت اكون جمله وقدرت اكون ملاحظه واقدر اسال واقدر اجاوب شوفوا السؤال الثاني انتبهي على السؤال الثاني يقول لك وات تايم دو يو جيت اب متى انت تستيقظ شو وقت تقعد انت وات تايم وات اوكي هسه انا شارد من عندكم راح اخليكم تحجون انجليزي هسه راح اخليكم تحجون انجليزي وات تايم دو يو جيت اب اريد اقول ما الوقت الذي تصل فيه متى تصل شو انا اقول نفس الجمله بس راح اغير الجيت اب بس راح اغير الجيت اب تمام اقول ارايف What time do you arrive? What time do you arrive? يعني متى أنت تصل؟ حلو. What time do you arrive? حلو. هسا قدرنا زين أريد أقول متى نحن نصل؟ أنا دا أسأل دا أقول لصديقي يقول إيش وقت نوصل؟ What time when we arrive? What time do we? What time? What time do we arrive? متى نحن نصل? What time do we arrive? What time do we نحن What time do we arrive زين What time do we هسا كلكم سدوا للمايك سدوا للمايك كلكم بدون أمر عليكم سدوا للمايك وسدوا سدوا للمايك وكلكم تحكوا ليها عيدوا ليها هاي الجملة What time do we arrive What time do we arrive متى نحن نصل What time do we arrive What time do we arrive What time كلكم ويا رجاء أخوي بالله عليكم هذه كلش مهمة What time do we arrive? What time do we arrive? What time do we arrive? متى نحن نصل؟ متى نحن نصل؟ What time do we arrive? What time do we arrive? What time do we arrive? عيد لهذه الجملة لأن هاي راح تنطبع ببالك. What time do we arrive? حلو. What time do we arrive? أريد أقول باللغة الإنجليزية متى نحن نصل الجامعة؟ يلا من يقدر يقول لي؟ What time do we arrive university? What time do we arrive university? أو college أحسنت أو college كلية. What time do we arrive? أوكي حلو. أريد أقول متى أصل إلى البصرة؟ شو أنا أقول؟ What time? What time do I? حلو. What time do we arrive بصرة؟ بدون تو. احتاج تو. What time do we arrive بصرة؟ الكل. إذا أسأل عن نفس إذا أريد أسأل عن نفسنا أقول نحن What time do we arrive بصرة What time do we arrive بصرة What time do we arrive حلو هسه أنا هاي الجملة متى أصل البصرة حلو What time do we arrive زين أريد أقول باللغة الإنجليزية نفس السياق ونفس الجملة What time do we arrive بصرة أريد أقول مثلا على سبيل المثال كيف أصل إلى البصرة كيف أصل أنا إلى البصرة؟ شو راح أقول؟ How أحسنت 100% راح أقول How do I arrive بصرة؟ How do we arrive بصرة؟ متى نحن أو كيف نصل إلى البصرة؟ حلو خلينا نرجع للجملة مالتنا نفسها اللي هي What time do we get up؟ متى نحن نستيقظ؟ What time do we get up؟ متى نحن نستيقظ؟ عيدوا ليها بالله وياي كلكم صوت سد المايك سدوا المايك وعيدوا ليها What time do we get up? What time do we get up? What time do you get? Do we get? حلو أريد أسألكم ليش مستخدمين الدو؟ من يجاوبني؟ لأن زمن مضارع لأن مضارع بسيط أحسنتم لأنها مضارع بسيط لأنها مضارع بسيط والفاعل يو حلو أحسنتم زين أريد أسألكم سؤال لو ردت أسأل عن ندى إيش راح أستخدم؟ بالله خلينا نعيد الجملة بندى
راح نقول شنو. What time does Nada get up? What time does Nada get up? What time does Nada get up? أحسنتم. شفتوا نفسكم لو لا قدرتوا تكونون جمل لو لا. هاي شنو هاي؟ هسه هذه مو لغة لو مو لغة. يعني هسه أنت تقدر تكون جملة. تقدر تسوي تسأل. تقدر تغير بالسؤال. شلون قدرت تسويها هذه؟ من خلال شنو؟ من خلال الزمن. درسنا الزمن وأخذنا الأفعال اللي بالبداية سوينا دو سوينا داز وهاي التفاصيل كليتها قدرنا. زين هسه أنا أريد أسأل عن ندى. إيش وقت ندى تستيقظ؟ عيدوا وياي جملة. شلون أقول What time does ندى؟ What time does Nada get up? What time does Nada get up? What time does Nada get up? عيدوا لي يا بالله عليكم كلكم كلكم عيدوا لي يا سدوا للمايك وعيدوا لي سدوا للمايك وعيدوا لي What time does Nada get up? 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 زين أريد أقول متى تصل ندى؟ شو راح أقول؟ متى توصل ندى؟ What time does Nada arrive? What time does Nada arrive? What time does Nada arrive? حلو. Does Nada arrive؟ 100%. خلينا نرجع للجملة مالتنا الأولى اللي هي What do you study؟ ماذا أنت تدرس؟ طيب what do you study ماذا أنت تدرس؟ لو أني على سبيل المثال لو أني أريد أسأل يعني مو عن يو أريد أسأل عن أخوي my brother أستخدم الدو لو الدز حلو منو البطل اللي جاوبني أحسنت 100% عاشت إيدك راح أقول what does my brother study what does my brother study What does my brother study? حلو. What does هسه راح أعطيكم مجال للأسئلة تدللون. What does my brother study? ماذا يدرس أخي? What does my brother study? زين أريد أقول ماذا يأكل أخي? أخي إيش دا يأكل? شو راح أقول? What does my brother eat? What does my brother eat? What does my brother eat? أريد أقول متى أريد أقول متى يدرس مثلا على سبيل المثال متى تدرس أختي شلون أقول When does my sister study? When does my sister سدوا للمايكات كلكم وعيدوا ليها الجملة. When does my sister study? متى تدرس أختي؟ When does my sister study? حلو. هسه أني نفس الجملة ونفس السياق أريد أقول متى تذهب متى يذهب والدي متى يذهب والدي يذهب go when does my father go when does my father go when does my father go سدوا لي المايكات وكلكم عيدوا لي اياها كلكم عيدوا لي اياها سدوا لي المايكات وكلكم عيدوا لياها الجملة الكل يسد المايكات ويعيد لياها متى يذهب والدي متى يذهب والدي باللغة الإنجليزية When does my brother go father go When does my 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 الكل رجاء أخوي الكل بدون استثناء لا حد يقول لي أنا مستواي زين ما أدري شنو الكل يعيد لي من الصفر الكل When does my father go When does my father go متى يذهب والدي When does my father go زين أريد أسألكم سؤال شوية بفكرة أريد أقول متى يذهب والدي إلى المدرسة شلون أقول When does my father go to school حلو When does my father go to school
When does my father go to school? عاشتيتكم سدوا لي المايكات وعيدوا لي بهاي الجمله كلكم سدوا لي المايكات وين داز ماي فادر جو تو سكول وين داز ماي فادر جو تو سكول وين داز ماي زين انت او انتي عندك اخ او اخت صغيره وتريدين تسالين عليها تريدين تقولين لها شو وقت مثلا على سبيل المثال اختي اسمها زهراء اريد اقول شو وقت زهراء تروح للمدرسه شو راح اقول على كيفكم لا تستعجلون مية بالمية أحسنت When does زهراء go to school When does زهراء go to school When does زهراء go to school حسأني على حظكم ما شاء الله الكل بده يقدر يكون جمل ويقدر يكون سياق ويقدر يسأل ويقدر يغير إذا تخيل هاي أول محاضرة قدرت تكونون جمل وتسوونها مرة عن السؤال مرة جواب شكو شيء أخذناه اليوم وهاي التدريبات موجودة عندكم تتدربون عليها وتقرون المادة زين وتقرون الأفعال كلش زين اللي أخذناها كل شيء أخذناه اليوم باكر امتحان بي محاضرتنا باكر الساعة 9 أيضا راح ينزل اختبار الاختبار راح ينزل بعد يعني من وقت إن شاء الله الامتحان راح ينزل هو ساعة 9 الامتحان ينزل ساعة 6 الرابط ساعة 6 ينزل ساعة 9 ينسد بالتسعة نبدأ محاضرة من الستة ثلاث ساعات راح نفتح المحاضرة وراها بعد ماكو رابط الرابط هسه حاليا الرابط مسدود ماكو رابط الرابط ينفتح الساعة 6 مساء باكر تمتحنون الأزمنة كلهن وشكو تدريب موجود هنا تحلونه الواجب هذا اللي منطيكم إياه الواجب اللي منطيكم إياه اللي هو صفحة 7 هذا الواجب تحلونه وتسوونه مرة مثبت مرة نفي الرابط راح ينزل التدريب ها الواجب هذا أيضا راح أنزله بمنشور وتنزلوا لي أنتوا هذا الواجب تحلوا لي إياه وتنزلوا لي إياه إن شاء الله بالتعليقات بساعة 6 باكر ويا الامتحان أنزل لكم الرابط مع الامتحان لا مو على عادي يفتح على الباركود عادي مو مشكلة بس من الستة للتسعة بس ينفتح وينسد على الباركود ساعة 6 وأيضا راح ننشر احنا بالقناة وهذا الواجب اللي هو 20 نقطة أريدها حالة مثبت انتهت المحاضرة نعم ساعة إن شاء الله انتهت هذه المحاضرة باكر محاضرتنا الساعة 9 نسوي لكم تدريب مرة أخرى على هذه الأشياء اللي أخذناها هنا وأيضا إن شاء الله ينزل امتحان وناخذ المحاضرة ثانية حاليا راح أسد التسجيل ونبدي بأسئلة واستفسارات